بين رفوف مكتبة النور أحد أكبر متاجر الكتب في العاصمة دمشق، بات المكان شبه خال من الزبائن، بينما وضع عمر لافتة توضح أن الكتب المباعة لا ترد ولا تستبدل. ففي بلد أفرز بعض أشهر الكتاب والشعراء المعاصرين في الوطن العربي، أصبح شراء الكتب أمراً هامشياً. صار إذا بده يشتري أي كتاب كان قبل يدفع حق الكتاب، يتسألك موجود الكتاب الفلاني، يقول له موجود، يدفع حقه ويمشي. هلأ قبل ما يدفع حقه بيسأل إنه موجود هذا الكتاب، يقول له موجود، بيقول لك قد سعره، صار بده يفهم قد سعره قبل ما يشتري، بده يشوف الغلة جيبته معه ولا ما معه. أدى ما يربو عن عقد من الحرب في سوريا إلى إغلاق الكثير من متاجر الكتب التي كانت في العادة تجتذب عشرات الشغوفين بالقراءة. أما اليوم فعدد المكتبات التي ظلت صامدة يعد على أصابع اليد. إنه كمية الكتب اللي عنا لا تساوي عدد المكتبات، يعني عنا بدمشق ما زالت بالرغم من أنه كثير من المكتبات أغلقت، لكن ما زال في مكتبات كثير في دمشق، وفي طباعة ما زالت الطباعة مستمرة، لكن يعني في ناس هواة كتب قديمة هن اللي بيجوا بيقصدونها، وهن يعني يعتبروا قلة، وخاصة هلأ بهالظروف ناس بيبحثوا عن كتاب رخيص ممكن يجوا لهون، لكن في ناس ما بيحبوا يشتروا إلا الكتب الجديدة، ما بحب يحط بمكتبته يعني كتاب قديم. تدهور في الوضع الاقتصادي دفع بآلان وبالكثير من السوريين لتفضيل أكشاك الكتب لشراء ما يحتاجه من مؤلفات في تخصص الطب. بحب أحبش، يعني بحب شوف كل شيء وأقرأ، زائد أنه في وقت أكتر أنه الواحد يبحبش ما يزعج الأمين المكتبة مثلا، هون الناس متعاونين أكثر من أمناء المكتبة. والجانب الاقتصادي أكيد كتير بيفرق، لأنه المكتبات يعني كسعر كتب أو كذا بيختلف من مكتبة للبسطة صراحة. انخفاض أسعار الكتب عن تلك المطبقة في المكتبات جعل أكشاك الكتب وجهة مفضلة لدى أغلب السوريين لشراء الكتب. والله كتب مشقشقة عمر من رعاة، يعني عم نظبطها مثل حكاية كأنه منطرون مبخوش عم نرقعه. في ناس عدم المؤاخذة حالتهم المادية تعبانة، بس كتب هي قديمة، يعني روايات قديمة إلهم طلابهم إلهم غاويهم، منرقعه ومنبيعهم كمان سعرهم، يعني بيضل سعرهم أقل من سعر الجديد. الندرة وسحر الإصدارات الأولى سبب يدفع مياد ستار للبحث عن الكتب خارج المتاجر. مرات بكون في كتب مثل ما أتلاك ما بلاقيها بالمكتبات، ما بلاقيها إصدارات جديدة، وأنا بفضل الإصدار القديم. إذا كتاب قديم مطبوع قديم بفضل الطبعات القديمة الأولى، يعني الطبعة تكون قديمة من الكتاب. مثل عم لك مرات ما بتلاقي في نسخ، ما بلاقيها بالمكتبات أصلاً، يعني خصوصاً هلأ في كتير كتب ما بتجي يعني على لهون على البلد. بعد أن كان الاقتصاد السوري منتجاً هوى منذ عامين بتأثير من الانهيار المالي في لبنان، مما أدى لانخفاض حاد في قيمة العملة السورية، ما أسقط أزيد من 14 مليون سوري في براثن الفقر بنهاية السنة الماضية.